السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم بخير وعلى خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال الوجه شنو كندير. مهم بعدا قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكر الناس اللي دخلوا عندي من الطرف ديال اختي فتيحة وبدر، مرحبا بكم كاملين كاملين وشرفتوني في القناة ديالي، ونتمنى ان شاء الله تقبلوا على اختكم، ونتمنى يكون عجبكم المحتوى ديال القناة ودعموا اختكم باش ان شاء الله تشجعوني ونزيد نعطيكم كتر وكتر وكتر ان شاء الله. مهم بغيت نقول لكم راكم شرفتوني كاملين بكم في القناة ديالي. يلا البنات دابا انا يا غادي نبدا نبدا نصايب في المقشير ديالي اللي بغيت ندير هو الاول، غادي نشاركو معكم نوريكم شنو غادي ندير، خليكم معايا ما تمشيو فين. مهم حبيباتي انا دابا غادي نصايب معكم المقشير اللي كندير انا، هما راه كاين بزاف ديال المقشيرات يعني كل واحد شنو كيدير. انا مهم البنات هنايا درت معلقه ديال السكر سنيده، غندير معلقه ديال القهوه ومعلقه ديال الزيت البلديه، هانتوما نخلطهم مزيان مزيان. هانتوما خلطتهم مزيان مع بعضياتهم، دابا نبدا نطبق على وجهي. مهم بنات مهم بنات غنبقى دير بحال هكا حركات دائريه باش هادوك الخلايا الميتين كلهم يطيروا ان شاء الله. غنستمر هكا 10 دقائق حركة دائرية. انتم البنات مهم خليكم معايا البنات انا غادي نغسل ونرجع لكم. مهم حبيباتي انا غسلت المقشر ديالي، الصراحه لحد الان درت المقشر ورطوبه، لابو ديالي ولات رطبه والله. خليكم معايا البنات باش ندوزو للمرحله الثانيه. مهم البنات بغيت نوريكم باش انا كنقلع الزغب الرقيق اللي عندي في وجهي. مهم انا هاد الشفره هادي ما عمرني كنت كندير بها الصراحه، شفتها وقلت انا نجربها. مهم هادي ثاني مره باش غادي نديرها، الصراحه سهله في الاستعمال ديالها، وخص غير تعرف كيفاش غادي تمشي بها يدك وصافي. بزاف ديال البنات شفتهم كيقولوا بانها راه كتنوض الزغب يعني غليظ وواقف ودغيا كتنوض، الصراحه انا جربتها عند تجربتي ما نوضتليش يعني في واحد المده قصيره،
وبالعكس يعني كاينو واخا كاينو داك الصغير الرقيق كاينو هابط يعني ما نهائيا ما كاينوش كبير ما كاينوش زغبه واقفه ولا شي حاجه. ها نتوما البنات راه كاين عندهم المكياج الصراحه ساهل في الاستعمال ديالو دغيا يعني في واحد المده قصيره كتسالي به. انا يا جربته قلت لكم اول مره هذه ثاني مره باش غادي نقلع به والصراحه راه دابا راه مده ديال على حال شهر من اللي قلعته وراه ما ناضتليش يعني شي حاجه كبيره في وجهي. مهم ها هو البنات باش تشوفوه مزيان راه كاين عندهم المكياج راه الثمن ديالو رخيص بزاف بزاف. المهم القابسه ديالو فيها ثلاثه كدير شي 15 درهم. بغيتي تاخدي بالواحد 5 دراهم يعني الثمن ديالو رخيص البنات غير خاصكم تعرفوا كيفاش تخدموه صافي حيت هو راه ماضي بزاف يعني خاص تعرفوا تمشيو يدكم باش ما يمشيش يجرحكم من الوجه ولا شي حاجه. مهم خليكم معايا البنات باش انا دابا غادي نصايب حداكم باش تشوفوا كيفاش غنستعملو. مهم انا ما كندير صافي كيف ما شفتو درت المقشر غسلت وجهي نشفته مزيان دابا ما غادي ندير حتى شي حاجه يعني غنخلي لابو ديالي هكا ما غندير حتى شي حاجه باش نقلع نقلع هكداك باش حتى ديك الا كانت باقا شي قشره ولا شي حاجه غتقلع كلها. خليكم معايا البنات غتشدو بحال هكا ما لاقليش باش نقلع في الكاميرا. مهم البنات هانتوما انا مشيت جبت المرايا حيت ما نقدرش نقلع هكا في الكاميرا خفت لا نمشي نجرح راسي. هانتوما تشدو هكا مزيان تجبدو باش تقدروا تتحكموا فيه. يقلع Thank you.
مهم البنات انا صافي حيت هانتوما ما فياش يعني شي حاجه كثيره هانتوما صافي انا ساليت منه مهم دابا تخليكم معايا باش غادي غادي نصايب البخار باش نديرو لوجهي باش يتحلوا لي المسام او نحيد البونوار و دوك النقاط الاخر غنحيدهم خليكم معايا نمشي نصايب البخار انا ما عنديش الماكينه ديال باش غادي نديرو انا غادي نصايبو يعني تقليدي خليكم معايا ما تمشيو فين مهم هانتوما كيف كتشوفوا سمي كيف تكتين كل حميمة مهم انا دابا درت البخار لوجهي نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه يعني من غديروا الماء تقدروا تستعملوا اي حاجه ديروا ورق ديال النعناع قشور بطاطا اي حاجه اي حاجه باش تطبخ مع داك الماء باش تقدروا تستعملوه انا البنات ما عنديش هذاك الاخر باش كيقلعوا الماكينه باش غادي نقلع يعني دوك لي بونوار ولا شي حاجه كندير غير هكا غير كلينيكس ما يحصل العوان يعني راه ماشي اي حاجه غادي تكون متوفره عندك في الدار وعاود كاين الحل يعني راه ماشي ضروري تكون عندك لاباراي في الدار ولا شي حاجه يعني باش غادي تهلاي في البشره ديالك انتما كيف كتشوفوا صافي مهم انا دابا كيف ما شفتوا البنات درت معكم المقشير وريتكم كيفاش كندير الطريقه درت معكم المقشير وريتكم عاوتاني الطريقه اللي كنقلع بها يعني الشعر الرقيق اللي كيكون في الوجه اغلبيه البنات كيقلعوا بلاصيغ كاين اللي كتقلع بفيت كل وحده كيفاش كتقلع انا الصراحه لاصيغ ما كنقدرش نديرها وما عمرني درتها وثاني حاجه اول مره غادي نقلع الثغب ديال وجهي هي هاد المره فاش قلت لكم دابا شهر باش جربت بها هاد الموس هذا واليوم ثاني مره شاركتها معاكم يعني ما عمرني قلعت حيت اصلا عندي رقيق غير من الفضول يعني بغيت نجربو حيت شفت بزاف ديال البنات كيدويو عليه قلت الو نجربو باش نشاركو مع البنات هادشي اللي كاين مهم دابا انا ساليت معكم بخار قلعت شويه ديال لي بونوار من وجهي دابا غادي نشارك معكم الماسك باش صافي نسالي معكم المراحل كاملين ديال الروتين تاع تنظيف البشره البنات يلا خليكم معايا ما تمشيو فين مهم حبيباتي انا رجعت لكم مهم ساليت مقشر ديالي درت نيتواياج لوجهي دابا صايبت واحد الماسك خفيف باش غادي نديرو لوجهي الصراحه كيعطي واحد النتيجه روعه وكيخلي واحد الملمس في لابو واعر
انا ديما كنديرو يعني، ومتواجد في اي دار يعني، ما شي حتى شي حاجه، فيه جوج ديال المكونات وصافي. مهم انا صايبته هنايا، ما يبان لكم شا هو. درت معلقه ديال النشا وفرماجه، فرماج عادي اللي كاين في الدار البنات. يعني الفكره اللي بغيت نوصل لكم راه ماشي ضروري يكون عندك زعما الامكانيات باش تمشي للصالون باش تعتني يعني بالبشره ديالك، ولا خص ضروري تمشي تشري البرودويات، ولا يعني يكون عندك الماكينات باش تقدري تهلاي في راسك. لا البنات، راه بداك الشيء اللي عندنا في الدار غادي نقدروا نديروا به بزاف ديال الحوايج. ما تعكزوش اختي، نوضوا حتى نتوما تهلاو في راسكم. ايوا ها نتوما البنات، انا شاركت معكم داك الشيء اللي كندير، شي حاجه متواضعه يعني، شي حاجه ديال بنت الشعب، داك الشيء ديال الناس الدراويش شاركته معكم، شي حاجه بسيطه اختي، بلا زواق بلا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات، مهم انايا صايبت الماسك ديالي، خصكم تحركوا مزيان حتى يتخلطوا مع بعضياتهم ديك المعلقه ديال النشا والفرماجه باش ما يبقاش داك الكويرات ديال النشا. المهم البنات انا غادي نحط وحداكم، فرماج كيف ما كتعرفوا راه كيجبد حتى الجلده ديال الوجه كتجبد، راه ما حدو هو كينشف في وجهك وكتحسي بالوجه ديالك كيتجبد. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه شي حاجه زوينه. بالنسبه حتى يعني هاد المراحل هادو اللي درت انا، راه ما غاديش يعني فاش غادي تستعملوا الموس باش تقلعوا داك الزغاب الرقيق من الوجه، راه كاين البنت اللي عندها البشره حساسه، حتى انا البشره ديالي حساسه، ولكن تبعوا غير هاد المراحل اللي درتهم بالضبط ان شاء الله. يعني راه ما غادي ينوض لكم لا حبوب لا مضاعفات حتى شي حاجه. انا غادي تكونوا لاحظتوا في وجهي عندي هنايا شي حبيبات، وهنا كذلك نضولي شي حبيبات البنات، باش انا نضولي بالزبده، انا كناكل الزبده كيخرجوا لي الحبوب. ايوا نوضوا صحباتي تهلاو في راسكم حتى نتوما، تبدلوا شويه الروتين تاع النعاس والجلاس والتليفون، تهلاو شويه في الحاله. هانتوما البنات، راه فرماجه وحده كافيه باش انكم ديروها للوجه ديالكم. هانتوما البنات يلا، المهم انا غادي نخلي الماسك ديالي 15 دقيقه ونغسلو ونرجع لكم باش تشوفوا النتيجه كيفاش. البنات خليكم معايا ما تمشيو فين. مهم حبيباتي انا رجعت لكم، صافي ساليت، دازت 15 دقيقه غسلت وجهي. هانتوما كيف ما كتشوفوا، الصراحه واحد النعومه كنحس بها في وجهي، خفافيت والله القسم. مهم بعد ما كملت كل شيء غادي ندهن وجهي بكريم عادي. نتوما اي كريم كتستعملوه عندكم في الدار ولا كتستعملوه في الوجه ديالكم تقدروا ديروه. دهنوا به لابو ديالكم. مهم البنات هنا فين غيسالي الفيديو ديالنا، انا شاركت معكم الروتين ديال العنايه بالبشره،
انا اليوم ما كنت يعني باغا باش غادي ندير هذا الشيء لوجهي، قلت انا نشاركوا مع البنات، شاركته معكم. نتمنى ان شاء الله تقبلوا على اختكم كيف ما جا الفيديو. هذاك الشيء يعني كنسول لكم داك الشيء بلا زواق بلا حتى شي حاجه، كيف ما كنديروا حطيته لكم تما. مهم غادي نعاود نرحب بالناس اللي دخلوا عندي جداد كاملين، مرحبا بكم وشرفتوني في القناه ديالي. وما تنساوش لي لايك، واللي ما مشتركش ينزل يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا ان شاء الله اي جديد. وشجعوا اختكم باش ان شاء الله نزيد القدام ونزيد نعطيكم يعني حوايج كثر وكثر. وكنشكركم بزاف بزاف، وشكرا على الكومونتيرات ديالكم الزوينين. يلا حبيباتي انا غنسد معكم الفيديو ديال دابا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.